call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم اللي بنتكلم فيه عن التحديث الجديد 1.5. اعتذر أول شيء، المفروض هذا الفيديو ينزل بالأمس بس أجلته لليوم. بنتكلم فيه عن الباتش نوت اللي أعطونا إياها، اللي أعطتنا إياها اللعبة، ونشوف يعني الأشياء اللي راح تتغير. طبعا أول حاجة ذكروها هو في الباتش نوت، حاجة أنا أوريدي تكلمت عنها من قبل في القناة، تكلمت على أنه غلط كبير أنك تخلي الهدف من اللعبة أو الهدف من السيزن، جوائز السيزن، تخليهن فقط عبارة عن حاجات يعني فقط لثمانية أشخاص، لأنه كانت الجوائز في السيزن فقط للثمانية أشخاص اللي يجيبوا المراكز الأولى، فهذا الشيء اللي غيروه هذه المرة. بس خلينا نخلص هذا. هذا الشيء اللي غيروه في الباتش نوت يعني، وكتبوا لنا انه راح يعطوا كل شخص يوصل للمستوى الماسي صح، المستوى الماسي اللي هو اعلى مستوى في توصيل المبالغ هذه. حطوها كيف هذا، صبتها ولا ما صبتها؟ حطوها او يعطوكم جائزة جيلدن سن. جيلدن سن وش تكون ما اعرف في سكال اند بونز، بس يبدو انه حاجة ذهبية، سواء كانت يعني ايش هذا، خلاص لا مات. اوكي هي حاجة ذهبية اكيد بتكون يعني، سواء كانت اشرعة ذهبية او كوزماتيكس ذهبية، بس لأكيد انها بتكون ذهبية. الحاجات الاخرى اللي ضافوه ان يقول لك النوتيفيكيشن بدل عن تكون في الجهة اليسرى هنا في الاعلى، صارت في الجهة اليمنى في الاعلى، صارت في الجهة اليمنى في الاعلى. ونفس الشيء لما تاخذ حاجات من اللي هي اللوت، فكذلك اللوت يسوي بوش لللوت اللي قبله وينزلها لتحت، كذلك النوتيفيكيشن تظهر فوق وتنزلها لتحت. النوتيفيكيشن الخاصة بالاستحواذ، مهام الاستحواذ او السيطرة الاسطورية او ايش اسمهم، كذلك كل واحد تظهر لك واحدة فقط في الشاشة، والباقي يعني انت المفروض انك تفهم انه ما او انه في هناك موجود بي 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 او النوتيفيكيشن اللي هي المهام الهلم يعني. وتضغط فيها اكسباند عشان تقدر انك تشوف عنها. المهام السيطرة على هذه السفينة، سفينة الأشباح الحمراء، ضافوها من تاريخ 23 أو بتظهر من تاريخ 23 حتى نهاية الموسم في تاريخ 28 ماي 5، يعني من اليوم لحد 28/5. في كان هناك بعض المشاكل فبج فيكسز، انك ما تقدر تاخذ يعني اذا كنت مخلص مهمه الفروم ذا ديب اللي هي من الاعماق، ما تقدر تاخذ مهمه اوشن بارس، فالحين صار صلحوها، تقدر تاخذها من الباونتي او من الباونتي بورد. ايوه ومهام هذه مهام الباونتي يعني. لما تحارب هذه السفينة الأشباح الحمراء كان يظهر على حسب عدد الأشخاص الموجودين، أوقات تظهر لك سفن كأني شفت حوت ولا ويش قفز خلفي، كأني شفت ظله مكانها ما طبيعي. فالحين فقط يكون أربع مرات يعني، أربع كلونز لهذا السفينة الأشباح، وبعد هذا حتى لو كنتوا كل السيرفر 17 شخص يهاجموها، طبعا بيستوي كراش في اللعبة، بس ما بيزيد عن عدد أربعة أشخاص. الورلد أكتيفيتي تايمر لما تجي تحارب لابيست كان يعطيك 10 دقائق، لكن الحين لو كنت سولو بيعطيك أكثر من 10 دقائق، بيعطيك 12 دقيقة. الكول داون في لما تدخل التيك أوفر ولا إيش اسمها هذه المهمة،
مهمة ال double or nothing. الحين أو ريهان المقر، أيوة الحين هذاك الحوت والله قفز قدامي. أشوف مجموعة حيتان تقفز قدامي الحين. أيوة بتظهر لك هذا الدبل أور ناثينج، وإذا كنسلتها بيعطيك كول داون ما تقدر تدخل في مهمة ثانية. نفس الشيء إذا كنت مهمة سيطرة بيعطيك كول داون ما تقدر تدخل مهمة ثانية. والأهم، لأنه في كان جليتش في الدبل أور ناثينج تروح لك وتاخذ لك ملايين، يعني في جليتش كان الناس تستغله كثير. فالحين صار ماكسيمم في الدبل اور ناثينج، يعني الجوائز الدبل اور ناثينج يعطيك 350. فانت لو شليت مليون قطعة ذهبية لمهمة الدبل اور ناثينج اللي هي رهان المقر، بيعطيك مليون و350، ما بيزيدك عن 350. سواء دخلت ب350 او بمليون، الربح بيكون 350 فقط. اول لما كنت تسوي كول فور هيلب، لما تبدا مهمه، خلينا نقرب، ولا لو بغيت تدخل مهمه مثلا، هذه المهمه وبغيت اني اسوي استدعاء، فكان سابقا الاستدعاء يروح على 5000 متر فقط، الحين يروح للماب كامل، وكان يستمر لمده دقيقه فقط، والحين راح يستمر لمده كم، 4 دقائق، 4 دقائق تقريبا او اكثر، اتوقع اكثر حتى من 4 دقائق، 300 ثانية. كان يستمر 60 ثانية والحين 300 ثانية، فتقريبا 5 دقائق، ايوه 5 دقائق بالضبط. الباقي عاد هنا في مسألة في الكومبات، البي في بي والبي ايوه في مسألة الفلاج، كان هناك في مشاكل الحين صلحوها. الرامب تاورز نفس الشيء، صلحوا وزادوا القوة. شوف هنا النوتيفيكيشن يظهر لي على اليمين، وفرصة الإمبراطورية فرص جديدة متاحة فقط، ما يقول لك إنه كل مرة واحدة تظهر لك. وحتى الشكل في ظهور هذه المهمة أو هذا النوتيفيكيشن تغير. قلت إنه أيوة زادوا صعوبة هذه الأبراج لما تضربك، الحين ضاعفوا أو زادوا الدمج اللي تتلقاه. غير كذا بعض المشاكل العادية اللي ما يعني اللي ما أقدر أذكر لكم إياها، مثل المشاكل الشات، مشاكل يعني مشاكل في اللعبة، يعني أكثر ما هي إصلاحات في اللعبة. هذا كل شيء، هذا نهاية المقطع، أتمنى إنه ما طولنا، ما أعرف كم وصلنا للـ7 دقائق، ايوه ما طولنا. هذه نهاية المقطع، اتمنى انه الفيديو عجبكم، استفدتوا منه، اتمنى انكم تضغطوا على زر السبسكرايب، زر اللايك، وتتابعوا القناة، وتوصلونا ل 600 متابع، الهدف القادم. طبعا كان الهدف 750، بس ما الومكم، لانه طبعا اللعبة يعني لما وصلنا لهذه المرحلة صار شوية يعني الكونتنت اقل بكثير. فهنا عندنا في شخص مسوي يريد يعني نجون عليه، اتوقع للسفينة الاشباح الحمراء هذه، لا الزمهاريبو. anyway ننتظر الموسم القادم ان شاء الله، على الموسم القادم بيكون عندنا كونتنت اكثر. بس لذاك الحين اتمنى انكم تتابعوني، وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر، والسلام عليكم.